هذا أقوله بتعبير الاصطلاح الحوزوي بضرس قاطع، يعني أقطع فيما أقول. لا يوجد عالم شيعي إثنى عشري إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار وبحكم المسلمين، بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار، كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير. هذا صاحب الحدائق ويصرح به. وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا، يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره. طيب الروايات عندنا متواترة مستفيضة على أن من جعل لأبي بكر وعمر مرتبة في الإسلام أو أجرا أو نصيبا لا ينظر الله له وفي نار جهنم. ما تبرأ من أبي بكر فأنت لست شيعيا بل لست مسلما حقا. ما تبرأ من أبي بكر فأنت لست شيعيا بل لست مسلما حقا. أحب أذكرك إنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا في روايات صحيحة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم أبدا. ثلاثة الله ما ينظر لهم ولا يزكيهم، من هم ذولا؟ من ادعى إماما من غير علم، ومن جحد إماما من الله، ومن قال أن لأبي بكر وعمر، ومن قال أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيبا. نصيبة شنو معنى أنه لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيبة؟ يعني أنت إذا قلت عمر سوى حسنة الله ما ينظر لك يوم القيامة، في نار جهنم. في هذا الزمان يأتيك بعض هؤلاء الجهلة يقولون: ما هذا، بس أنتم تطبون الجنة، فقط أنتم الشيعة تدخلون الجنة وبعدين عامة المسلمين في النار. إيه نعم، عامة المسلمين في النار.